نعم. وين رايحة؟ راح ازور ابن عسج الرمون. يوم شو؟ يوم عيد الام؟ ما عيد الام، ند ما هو يجي عندي انا بدي اروح له، ولد ما يحمل لي هدية، حمل لي التسريح وهويتي واروح عليه. لانه وحيدي، ماليش الا هو، ماليش ملوش اخ ثاني بالدار اشوفه. قد ايش صار لك سنة بتغني؟ 16 سنة. قد ايش محكوم؟ محكوم 3 مؤبدات 30 سنة. هو بالعادي بودي لك هدايا في عيد الام؟ وين بده يوديها ويلي علي؟ كانوا زمان يشتغلوا يبعثوا، قد ممنوعين يعملوا اشي. ولا بودي اشي شو؟ ربنا غير هيك تبعث رسالة ببعثها. والله اعلم 3 اشهر 4 اشهر تتصنى الرسالة. انا بطلع على امي، كيف الاميات كلهم بكون الواحد ابنها فايت عليها اقل ما فيها لو وردي، يعني وامي الوحيدة اللي لا ولد ولا حدا يعني بفوت عليها، طبعا حسرة يوم عيد الام بتكون. اي ساعة صاحني انت؟ صاحني 4 4 لربع، حتى ليلة الزيارة ما بنام. عيد الأم، عيد الأم لأولادنا البنات مش أولادنا، ليلة أولادي بدنا عيدوا علي الساعة 12:30. يعين الله يا حجي، إن شاء الله الله يفرجها. قديش تقعد معك الطريق؟ والله من طول كريم للسجن بين 3 ساعات وساعتين ونص حسب التسهيل. عشان تشوفي قديش؟ ساعة إلا ربع.